الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من رحال، البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ. احنا مكملين في سلسلة الحضارة الإسلامية، وزي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم من أول مولود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلافة العثمانية. احنا حاليا في عصر الدولة العباسية في البداية، وقلنا أبو العباس السفاح هو أول الخلفاء، وطبعا الراجل ده أول ما مسك خد قرارات مهمة جدا، لكن كان أهمها وأبرزها اللي هو إبادة بني أمية. بعد ما خلص على بني أمية عمل إيه؟ خلى أبو مسلم الخراساني قتل أبو سلمة الخلال اللي هو كان وزيره، كان وزير أبو العباس السفاح، علشان أبو سلمة الخلال كان عايز طبعا يخونه ويحط أي حد من بني علي بن أبي طالب، فعشان كده هو قتله. طبعا في ناس يقول لك طب ما قتلوش من الأول ليه؟ علشان الرأي العام، هو الأول خلاه وزير واداله الأمان، عشان أبو سلمة الخلال كان الراجل يعني ليه شأن في الكوفة والعراق وخراسان، فعشان كده هو ما قتلوش بسرعة. المهم أبو العباس السفاح كانت مدة حكمه 4 سنين، كان معتمد اعتماد كلي على أبو مسلم الخراساني في تثبيت الدولة بتاعته. وقلنا إن أبو مسلم الخراساني كان راجل قوي جدا، وده واحد من أهم الشخصيات في الدولة العباسية. كمان الراجل ده كان راجل منفذ، كانت قوته الأساسية بين الفرس، وده اللي ثبت أركان الدولة العباسية، وهم كمان نقربوا بعض العائلات الفارسية اللي ساعدت الدولة العباسية في البداية. طبعا كان البرامكة من أكبر العائلات في خراسان وبلاد الفرس، دول يرجع نسبهم لجدهم اللي كان سيد لمدينة بلخ، وكان راجل يعني ذو شأن عظيم جدا جدا. فالشاهد هنا ان العيلة دي كانت اصلا من ايام المجوس، معروف قوتهم. طبعا العباس كان في عهده كان اشهر واحد في البرامكة واحد اسمه خالد ابن برمك، وعشان كده العباس مسكه ديوان الخرج وسلمه ديوان الجند ومسك الوزارة بعد ما قتل ابو سلمة الخلال. الراجل ده كان موجود كمان في عصر طبعا ابو جعفر المنصور، وابنه اللي اسمه يحيى ابن خالد البرمكي هيكون ليه دور مهم جدا في عصر هارون الرشيد، وطبعا هنتكلم ده لما يجي وقته. لكن الشاهد هنا ان الفرس كان ليهم دور كبير جدا في تثبيت الدولة العباسية. طيب ليه؟ عشان اول حاجة الدولة العباسية كانت في خراسان والعراق والكوفة وكل المناطق ديت، فهم الاكترية هناك، يعني اللي هناك ما كانش فيه عرب، كان الاكترية هم الفرس، فعشان كده العباسيين اعتمدوا عليهم. تاني حاجة ان بني أمية بعض الفرس خالص، كان عندهم عصبية للعرق العربي، عشان كده الفرس كانوا بيكرهوا بني أمية. المهم أبو العباس حكمه زي ما قلنا استمر 4 سنين، وقدر يثبت الدولة ونشر الدعوة بتاعته، وفعلا الدولة بقت قوية جدا في عهده، ومحى كل أثر للدولة الأموية. بعدي أخلف أخوه أبو جعفر المنصور، ومن بعد أبو جعفر المنصور هيكون العيسى بن موسى، وده هيكون عمه. طبعا السفاح مات في منطقة الأنبار بعد ما أصيب بالجدري ودفن هناك، وكان في الوقت ده العاصمة هي الأنبار بدل الكوفة. استلم أبو جعفر المنصور الحكم سنة 136 هجري. الرجل ده نقدر نقول وإحنا بكل ضمير مرتاح من أعظم الخلفاء العباسيين، وعلى فكرة أمه بربرية، وكل المؤرخين طبعا يعني شكروا فيه وفي شخصيته. يعني مثلا السيوطي قال في إيه؟ كان أحلى بني العباس، هيبة وشجاعة وحزم ورأي وجبروت، وكان جماع للمال تاركا للعب واللهو كامل العقل، جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس، قتل خلق كثير حتى استقر ملكه. الرجل ده كان فعلا جامع كل الصفات، يعني كان الحاجة وعكسها، وده خلاه مميز جدا. أبو جعفر المنصور كان ليه مشاكل مع مين؟ مع أقوى واحد في الدولة في الوقت ده. كان ليه مشاكل مع أبو مسلم الخراساني بذات نفسه، كان شايف أن أبو جعفر لا يصلح للحكم، علشان ما كانش بيشوف فيه بأس وشدة، وده طبعا كان بيضايق أبو جعفر المنصور وكل الناس
لما أبو العباس السفاح مات بعتت عزة أبو جعفر المنصور وبعتوله كمان مع العزة بعتوله البيعة. معادة أبو مسلم الخراساني عزاه فقط في الأول وبعدين أرسل لي رسالة مباركة على الخلافة اللي هو كان عايز يبين له أن هو قد إيه قوي وكل خراسان في إيده، وده اللي خلى أبو جعفر يركز معاه أكتر. المهم أبو جعفر أول مسك الخلافة قابلته مشكلة، يعني ما كانتش مشكلة سهلة أبدا. كان طبعا المشكلة ديت كان اختبار كمان لقوة أبو مسلم الخراساني. أول حاجة عملها وحصلت في عهده كان عصيان عمه عبد الله ابن علي. الرجل ده طبعا خرج عن أبو جعفر المنصور. طيب ليه؟ عشان هو كان القائد في معركة الزاب، وكلمنا على كده في الحلقة اللي فاتت، وهو بنفسه اللي قضى على بني أمية، وكان يدعي أن أبي العباس السفاح قال إيه؟ من قضى منكم على بني أمية فهو الخليفة من بعد. فالرجل ده هو طبعا اللي هزمهم، وكلمنا في كده. عشان كده قال أنا الخليفة. بس في الوقت ده هو كان في منطقة الأندول، كان في حرب مع البيزنطيين. فأول ما وصل خبر موت أبو العباس السفاح أعلن نفسه خليفة، والجنود بتوعه الجيش بتوعه كلهم بيعوه على كده. طب أبو جعفر المنصور عمل إيه؟ أبو جعفر المنصور أصلا عنده مشكلة مع أبو مسلم الخراساني، ومع ذلك أرسل المنصور لأبو مسلم الخراساني رسالة وقال له فيها قد ندبتك لقتال الناكس لعهده عبد الله بن علي. وفعلا أبو مسلم الخراساني نفذ الأمر وخرج بالجيش بتاعه لشمال الشام في منطقة نصبين، وحارب عبد الله بن علي وقدر يهزمه وقبضوا عليه، وبعدين سجنوه، وبعد كده قتلوا أبو جعفر المنصور بنفسه. بعد كده بدأ أبو جعفر المنصور يفكر في مين؟ يفكر في أبو مسلم الخراساني، الراجل القوي في الدولة. الراجل ده كان فعلا خطر عليه، وكان شايف انه هو يعني بيتحداه في بعض القرارات، وعشان كده هيبدأ في تخطيط ازاي يخلص من ابو مسلم الخراساني، وهنتكلم في كده في الحلقة اللي جاية بإذن الله تعالى. بكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.